طبعا احنا لسه على الريد كاربت، والفنانين والنجوم كلهم دلوقتي نازلين على الريد كاربت، ولجنة التحكيم اللي عاملة قلق جامد جدا دلوقتي بمسلسل ايام اللي بيتعرض على الام بي سي، والناس كلها متابعاكم وعاملة دور جميل، هي وسلوى خطاب يعني مكسرين الدنيا، وهم الاثنين موجودين كمان هنا، بس هي النهاردة كمان عضو لجنة التحكيم شيري عادل، بقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك على المسلسل، مبروك على اللجنة. الله يبارك فيك. اول مره لجنه تحكيم ولا شاركتي في فجأة؟ لا، عملنا مع بعض حوار ساعه مهرجان اسكندريه، كنت لجنه تحكيم برضو التحكيم. وفي المهرجان الكاثوليكي برضو، دي ثالث مره. ثالث مره حبيتي الموضوع؟ لقيتيه بيفيدك في شغلك، بيفيدك في اختياراتك لادوارك وكده؟ طبعا اكتساب خبره، وبتسمعي اراء اللجنه بتحكم ازاي، وبيشوفوا الممثلين ازاي، ويشوفوا العمل ككل، وبعدين من كل العالم بيبقى الحكام من كل العالم، فانت بتاخدي خبره انه كل بلد هتشوفك ازاي، وايه كل بلد بتحب نوع ايه من التمثيل، فلا خبره طبعا. اكيد يعني بعد المسلسل ورد الفعل في الشارع المصري، شايفه النضج اللي انت عاملاه في المسلسل ده؟ انا مبسوطه ان المسلسل نجح وعجب الناس قوي قوي، ويعني اتمنى ان هو يفضل عند حسن ظنهم، وانا مبسوطه لما بعمل حاجه وبلاقي ناس بتتفرج ومبسوطه، دي بتبقى اسعد حاجه في الدنيا. في بقى اعمال تانية هنشوفها في رمضان، ولا اكتفيتي ان انت تنزلي؟ لا، بصور دلوقتي 10 حلقات اسمهم الروايه، مسلسل سسبنس كده حلو ان شاء الله يعجب. احنا هنسيبك تصعدي بقى بلجنه التحكيم، لان شايفاهم مستنيينك، مش عايزين يخشوا من غيرك، ولينا حوار اخر على النيل نتكلم عن كواليس اكيد. منوره، ميرسي.